خلينا نروح مع حضراتكم دلوقتي لمنى الشرقاوي تطمنا على اخبار المرور والشوارع قبل ما تبتدوا تنزلوا ان شاء الله. صباح الخير عليك يا منى. صباح الخير يا غدير. صباح الخير يا مصطفى. صباح الخير على كل مشاهدينا اللي بيشوفونا من كل مكان. يلا بسرعه نتابع مع بعض احوال المرور في مناطق مختلفه من مصر قبل ما تنزلوا عشان تطمنوا على حاله المرور. نبتدي على طول جولتنا من القاهره زي ما احنا متعودين، والخريطه زي ما احنا شايفين موجوده معانا. هنبتدي من كوبري 15 مايو، احنا شايفين سيوله مروريه نسبيه ما فيش عندنا فيها مشاكل. الكورنيش هنلاقي فيه كثافات مروريه بسيطه، هتزيد بعد شويه للمتجه لميدان التحرير، وهنلاقي كمان بعض الكثافات اللي هتكمل معانا لغايه المعادي وحلوان. لو بصينا عند طريق الاوتوستراد هنلاقي اتجاه القادم من مناطق التبين في اتجاه المعادي، هنلاقي فيه طبعا اغلاق في الطريق وتحويل لحركه المرور للاتجاه الاخر. لو بصينا بقى على اتجاه كوبري اكتوبر لمناطق الاسعاف ورمسيس، احنا شايفين كثافه مروريه على طول كوبري اكتوبر ولغايه نزله غمره والعباسيه. ولو بصينا على شارع بورسعيد واللي واخد شارع بورسعيد هيكمل بيه للشرابيه وحدائق القبه وكوبري السواح والاميريه، كل ده احنا شايفين فيه كثافه مروريه. وبرده لو بصينا عند العكس هنلاقي كثافه مروريه. لو وصلنا عند كوبري الزاويه الحمراء هنلاقي كثافه وبرده منطقه الوادي. ناخد بالنا طبعا ان في غلق لطريق بن زايد الجنوبي لمده شهر، وده طبعا بيستلزم اجراء بعض التعديلات لتسيير حركه المرور، وكمان الاداره العامه للمرور عينت الخدمات المروريه، وده طبعا تزامن او بيتزامن مع تنفيذ اعمال تطوير طريق الاوتوستراد، والموضوع ده بيتضمن تنفيذ كوبري دوران للخلف اعلى طريق الاوتوستراد بمنطقه المجزر الالي، وده طبعا هيستلزم غلق كلي لشارع الصيانه المتفرع من طريق الاوتوستراد ولغايه شارع الجزائر، وتحويل حركه المرور في اتجاه المذبح، وده طبعا لتنفيذ القواعد الخرسانيه للكوبري. خلينا نشوف بقى الجيزه اخبارها ايه. احنا دلوقتي في الجيزه وهنشوف الكثافات موجوده في المحور للجاي من ميدان لبنان بسبب توسعه الطريق وغلقه في بعض المناطق، والكثافات دي هتستمر معانا لغايه ما بنوصل لميدان لبنان اللي هيتجه لاكتوبر. في سيوله مروريه احنا شايفين، ولو رحنا لمحور صفت احنا شايفين كثافه مروريه هتزيد قبل اشاره جامعه القاهره زي ما احنا متعودين. لو بصينا بقى على اتجاه شارع الهرم هنلاقي طبعا الكثافات المروريه هتبتدي تظهر، واحنا عارفين ان في تحويلات عشان غلق الشارع كليا لمسافه 500 متر بسبب اعمال انشاء المترو، والفتره دي احنا تعودنا على الكثافات اللي بتكون موجوده في المنطقه دي. هنلاقي كمان كثافات مروريه متحركه في ميدان مصطفى محمود وشارع جامعه الدول العربيه، وده برده نتيجه غلق موجود في ميدان سفنكس بسبب انشاء محور 26 يوليو الموازي. خلينا بقى نروح مع بعض للاسماعيليه. اللي رايح محافظه الاسماعيليه من خليل الطريق الصحراوي هيلاقي سيوله مروريه تامه هتستمر من اول القاهره ولغايه مدخل المدينه. اللي هيتجه من خلال طريق زراعي وطريق ترعه الاسماعيليه هيلاقي الطريق كويس، لكن طبعا هيلاقي بعض الكثافات عند مدخل عدد من المدن على طول الطريق. لو دخلنا جوه المدينه وبصينا في الشوارع هنلاقي سيوله مروريه كبيره خصوصا على الطريق الدائري حوالين مدينه الاسماعيليه وطريق عثمان احمد عثمان اللي بيوصل بين الجامعه والاستاد ومجمع المحاكم، كل ده هنلاقي فيه سيوله مروريه، لكن هنلاقي بعض الكثافات المتحركه اللي مش هتاثر ابدا على حركه الطريق. ولو خرجنا بقى واتجهنا لمدينه بورسعيد عن طريق الطريق الدائري او طريق الاسماعيليه هنلاقي سيوله مروريه تامه ومفيش اي مشاكل. نتحول بقى من منطقه القناه لجنوب الصعيد ونكمل مع بعض مع محافظه سوهاج، واللي هنبتدي فيها من محطه قطر سوهاج. هنبص هنا هنلاقي الطريق ليها بيشهد كثافات نسبيه احنا متعودين عليها بنلاقيها عند محطات القطار، لان الجميع بيستقل القطار ومنه بيتوزع لاماكن مختلفه في البلد. هنمشي كمان ونشوف طريق عبد المنعم رياض، احنا شايفين الطريق اللي بيربط بين عده طرق رئيسيه كل ده فيه سيوله مروريه، لكن بعض الكثافات المروريه في نهر النيل او اعلى نهر النيل، وكمان الطريق اللي بيؤدي للجامعه في طبيعه الحال هنلاقي فيه بعض الكثافات النسبيه، وكمان طريق مستشفى جامعة سوهاج. لو بصينا كمان هنلاقي بعض الكثافات البسيطة خالص اللي هتزيد مع ساعات الذروة الصباحية عند المستشفى العام ومجمع المحاكم وشارع التحرير.
واخيرا لو بصينا على طريق اسوان الزراعي الغربي احنا شايفين سيوله مروريه. اجمالا احنا ما عندناش اي تعطيل مروري في اي مكان الى الان، ان شاء الله اليوم يمشي كويس وبسيط ويبقى فيه سيوله مروريه تامه في مختلف الاماكن لو التزمنا بقواعد السير والمرور. على طول نروح لهدير والمصطفى نبتدي معاهم اخبارنا النهارده في صباح الخير. اتفضل. شكرا لك يا